أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخبار المحلية لنهار اليوم. بداية، أشاد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أثناء تفقده لمشاريع قطاعه بولاية قسنطينة، أشاد بجودة الأدوية المصنوعة محليا والمستوردة أيضا. الوزير قال أنه بفضل الملحقات الثلاثة في كل من ولاية وهران والعاصمة وقسنطينة، ستتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء بالنسبة لإنتاج الأدوية، موضحا أن الإنتاج المحلي هو الذي يضمن الاستقلالية والأمن الصحي في البلاد. التغطية لرندا عميرش. قوينا كدولة، قوينا كمتعاملين في هذا الميدان باش نحرص على جودة الأدوية اللي هي مصنوعة محليا والمستوردة. أنا نأكد باللي لحد اليوم بفضل هذه الملحقات وهرن والمركزية في الجزائر وقسنطينة، سيكون دواء مصنوع في الجزائر يكون ذات جودة يعني وذات ضمان لصحة المواطن. هذه تخلي يعني جواب لبعض الأطراف اللي متشكة في جودة الأدوية المصنوعة محليا. برهانة وهنا موجود. وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني أكد في السياق ذاته أن سنة 2024 ستكون سنة وفرة الأدوية الخاصة بأمراض السرطان وضغط الدم والسكري. مجتمعنا وقلناها في آخر سنة 23، قلنا سنة 24 ستكون سنة الأدوية ضد السرطان والأدوية لعلاج كل ما هو مرضى الدم والسكري. وزاريا دائما أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيضاري على اختتام الطبعة 14 لمهرجان المسرح الجامعي محي الدين بوزيد بولاية سيدي بلعباس. الوزير شجع الطلاب على تطوير مهاراتهم الفنية بهدف تقوية دور المسرح الجامعي. التغطية لمحمد أمين عزوز. شكرا لكل من يشارك في تقوية المسرح الجزائري الجامعي. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الكرام. أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، سيما منها الفنانين والفنانات المسرحيين خاصة والمسرحيات، مساهمة فعالة في المجهود الفني والأدب على مراسم اختتام الطبعة 14 للمهرجان الوطني للمسرح الجامعي بالمدينة الجامعية سيدي بلعباس من 17 إلى 23 أبريل الجاري. عرفت مشاركة 10 أعمال تم انتقاؤها من أزيد من 20 عمل وترشح للمشاركة في هذه المنافسة، كما وجهت الدعوة إلى 5 أعمال من الأعمال التي ترشحت للمشاركة في تنظيم أيام تكوين. عرفنا بلي أن المسرح الجزائري مازال بخير، لما نشوفوا هذا الطلبة اللي قدموا عروض اللي كانت في المستوى، تحسي بلي أن المسرح عاد من جديد. أمنيا، تمكنت شرطة العاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والإتجار الغير شرعيين بالمخدرات الصلبة. العملية تمكنت من حجز 1 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين ونصف صفيحة من القنب الهندي ومبلغ من العملة الوطنية قدره 60,000 دينار جزائري من عائدات ترويج السموم. 4 مركبات ودراجة نارية تعمل في نقل السموم، إضافة إلى توقيف 9 أشخاص.
تنمويا استفادت 126 عائلة كانت تقطن بسكنات هشة بحي جوجيل ببلدية وزرة بولاية المدية من سكنات جديدة. المستفيدون كانوا يقطنون بإحدى المحتشدات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. هذا وتندرج عملية الترحيل هذه في إطار البرنامج الدولة للقضاء على السكنات الهشة. التغطية لجابر بوزيد. نعاني وكارثه لا حياه لمن تنادي هنايا، تشوف الله اللي يشوفك. واليوم الحمد لله فرج علينا ربي كثر خير الدوله. اللي تجي يعني نقول لك الحاجه اللي تجي تشوفها كاع. واليوم الحمد لله كثر خير الدوله، تحيه رئيس تبون، الوالي مشكور، رئيس الدائره، رئيس بلديه، والناس كاع، اللجنه كاع. هذه معاناه دامت 27 سنه في حي قزديري، اقدم حي في ولايه المدية. نشكر السيد الوالي، السيد الوالي مشكور جهيد موس، مشكور السيد الوالي، السيد رئيس الجمهوريه عمي تبون حفظه الله ورعاه، السيد رئيس الدائره شكرا كاع، ربي يحفظكم ان شاء الله كاع يدك والجهات الامنيه كلش، شكرا بارك الله فيكم والحمد لله. الحمد لله. ياتي هذا تنفيذا تعليمات سيد والي الولايه الحريص على إعادة إسكان المواطنين الساكنين بسكنات الهشة، إعادة إسكانهم في سكنات لائقة. انطلقت بولاية الجلفة الدورة التكوينية الجهوية للمشرفين الولائيين للإحصاء العام للفلاحة، وهذا تحت شعار معلومة دقيقة تنمية مستدامة، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة شهر مايو المقبل إلى غاية شهر جويلية. التغطية لطهر دحمان. اليوم كان انطلقت الدورة التكوينية الجهوية لولايات الجلفة، الأغواط، تيميمون، برج باجي مختار، سبع ولايات، في إطار البرنامج التدريبي والدورة التكوينية اللي نظمتها وزارة الفلاحة لتحضيرا للانطلاق في الإحصاء العام للفلاحة سنة 2024. كانت الانطلاقة بالمعهد الفلاحي بولاية الجلفة، وأطرنا، كان لنا شرف تأطير هذه الدورة التدريبية. مديرية المصالح الفلاحية ولاية تميمون أشارك بصفتي كمشرف ولائي للإحصاء العام للفلاحة المبرمج خلال الفترة ممتدة من 19 ماي إلى غاية 17 جويلية 2024، من أجل رفع حالة القطاع الفلاحي على مستوى الولايات وهذا الإحصاء. اليوم رانا متواجدين في المعهد التكنولوجي المتوسط للفلاحة الرعوية، جينا باش نحضروا الأيام التكوينية لفائدة المكونين المشرفين الولائيين على عملية الإحصاء التي تدخل في شقها التكويني. هذا التكوين يؤطره المشرفين الوطنيين الذين تكونوا في ولاية المدية ويباشرون تكوينهم لصالح سبع ولايات جنوب. بعد احترافه رياضة الكيك بوكسينج وحصوله على ألقاب عالمية في سن صغير، بدأ أيمن من ولاية جيجل تدريب محبي الفنون القتالية من مختلف الفئات العمرية. بورتري لهجر بوقلع. يقال لكل مجتهد نصيب، ونصيب الشاب أيمن بوجريو من ولاية جيجل أن يعانق سماء المجد في رياضة الملاكمة، كيف لا وهو الذي نال لقب بطل عالمي في الكيك بوكسينج بسن مبكرة ليشق طريقه نحو النجومية. 2015 والبطولة الوطنية قمنا بها في تيبازا، استبطل الجزائر، ومتم درس المرحلة ديالي في هذه الرياضة أن نكون بطل وطني. منازلة الأربعة نتاع اللي في هونغ كونغ وتايلاند الحمد لله كنت البطل فيهم وكنت الفائز فيهم، وأحد منهم كانت بالضربة القاضية. بالرغم من الظروف ونقص الإمكانيات، إلا أن البطل أيمن انتقل من ميادين المنافسة إلى عالم التدريب والتكوين لمختلف الفئات العمرية، الذي يأمل في دعم مادي من شأنه وضع هذه الرياضة على السكة الصحيحة. الحمد لله، يعني بعد الإنجازات اللي حققناهم في هذه الرياضة حصل لنا صغيرة، ودوك أني حاكم الدراري صغار، الدراري الفئات العمرية كامل. يعني عندي 5 سنين من اللي بديت ومشارك في البطولات، وإن شاء الله نقدم مستويات أحسن في هذه الرياضة. لقيت الشيخ أيمن
عاوني في هذه الرياضة بزاف. مواصلة النتائج الإيجابية على الصعيد الشخصي، حلم كل بطل اعتلى القمة، وحلم أيمن بوجريو في المزيد من الألقاب لن يتوقف طالما شعلة الشغف والتحدي لم تنطفئ. بهذا نختم وإياكم الأخبار المحلية لنهار اليوم، شكرا لكم والسلام عليكم.